السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم عندنا جديد المنتخب الوطني المغربي، وكما عارفين على ان اللائحه قريبه غادي تخرج تحديدا في 17 مارس طبعا في هذا الشهر، واللي كالعاده المدرب واحد خليلو ما كيتعلمش من الاخطاء ديالو، او بالاحرى ما عندوش الامكانيات والقدره باش يكون مجموعه، بحيث غادي يستمر في منادات على لاعبين جداد، وهذه المره من البطوله الوطنيه. واللي متابعنا من زمان كنت قلت لكم على ان المدرب واحد هاليلوزيش كيفكر في منادات على لاعبين من البطوله، ولكن الجديد وهو انه معجب واحد اللاعب واللي اكيد غادي نعرفوا شكون هو، بل اكثر والادهى من ذلك غادي يكون في التشكيله اللي غادي تواجه الكونغو الديمقراطيه. ومصدر الخبر خديته من راديو مارس واللي كان بعنوان واحد هاليلوزيش يختار لاعبين من الوداد والرجاء. اما في التفاصيل قالوا ان الناخب الوطني واحد هاليلوزيش قرر استدعاء مجموعه من لاعبي الوداد والرجاء خلال المعسكر الاعدادي الذي سيخوضه المنتخب الوطني المغربي استعدادا للمواجهه المقبله ضد الكونغو الديمقراطيه برسم المباراتين الفاصلتين المؤهلتين لكأس العالم. وكشفت جريدة الأخبار نقلا عن مصدر مقرب من المدرب البوسني أن الأخير بعد متابعته المباراتين اللتين جمعتا فريق الرجاء الرياضي البيضاوي ضد حورية كوناكري الغيني والوداد ضد الزمالك المصري أعجب بأداء مجموعة من اللاعبين، وبالتالي قرر استدعائهم خلال المرحلة المقبلة. وتابع المصدر نفسه أن واحد خليلو قرر وضع مجموعة من الأسماء للالتحاق بالمنتخب، وطالب مساعديه بضرورة تتبع أدائها خلال المرحلة المقبلة، وذلك لإعداد تقرير شامل عن هذه العناصر قبل أن يتم توجيه الدعوة لها بشكل رسمي. وأعجب واحد هاليلوزيش حسب المصدر ذاته بخط وسط ميدان فريق الوداد الرياضي بشكل ملفت، خصوصا أداء يحيى جبران الذي ينتظر أن يكون ضمن تشكيلة المنتخب المغربي خلال المرحلة المقبلة. يعني كما سمعتوا في حال والو نشوفوا يحيى جبران يلعب ضد منتخب كونغو الديمقراطية، وبين قوسين كما كنقول دائما وباش ما يتفهمش كلامي غلط، أنا ماشي ضد استدعاء لاعبين من البطولة الوطنية، بالعكس انا ضد التجاهل ديالهم، بل كاينين لاعبين في البطولة المستوى ديالهم هارب على بعض لاعبي المنتخب المغربي. انا فقط ضد فكرة المدرب واحد خليلو اللي في اي لائحة كيكونفوكي لنا لاعبين جداد، وكاك علاش ما كنشوفوش كمتابعين مغاربة تناغم وتفاهم في المنتخب على ارضية الملعب، وما كنشوفوش ايضا جمل تكتيكية. زيادة على ذلك ان جميع المباريات اللي كنربحوهم من مجهود فردي للاعبين وليس من فكر تكتيكي للمدرب، وهذا الشيء هضرنا عليه بالتفصيل في العديد من الفيديوهات فلا داعي للتكرار. وايضا المنطق كيقول على ان خليلو في هذه اللحظه خاصو يكون كيحصل ثمار الخدمه ديال 3 سنوات اللي دوزها مع المنتخب المغربي، ويكون فعلا كون مجموعه اللي تاهلنا الى كاس العالم. ولكن للاسف هو باقي كيراقب في لاعبين جداد عوض ما يدرس الخصم مزيان. وبالله عليكم واش اصلا هذه الوقيته او الظرفيه الحساسه اللي احنا فيها كتسمح لينا نجيبوا فيها لاعبين ما شاركوش اصلا في اقصائيات كاس العالم او في كاس افريقيا الاخيره اللي كانت بالكاميرون؟ قطعا الجواب لا. وهذا الشيء كامل اللي كيدير واحد هاليلوزيش للاسف في صالح المنافس اللي هو منتخب الكونغولي. وكما كنقول لكم دائما غير خليوه على الله وصافي. كنتمنوا اكيد الخير في المستقبل للمنتخب المغربي. وفي الختام كيبقى راي ديالكم كالعاده، كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.